كنوز الدراما. أصل الراديو، أصل الراديو. يا طول بكايا يا طول نحيبي، كلهم كلهم حاطين ايدهم في جيبي. اي 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 مش قادر اسوق. اي 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 هاي الوجع فظيع. اجمدي اجمدي، امال يا مرزوقه مش كده؟ خليكي راجل. راجل راجل يعني ايه يا مرزوق؟ هو مين فينا اللي مرزوق؟ شد حيلك امال. ترى ايه يا مرزوق؟ احنا من ساعه ما نزلنا من البيت وانت ما عندكش غير شد حيلك شد حيلك. هو انا ايه داخله مسابقه شد حيل؟ حرام عليك. خلاص خلاص يا اوزه، ادينا وصلنا لعيادك مدي. ايه ده ايه ده ايه العالم ده كله؟ الامم المتحده دي ولا الامم العيانه؟ اقعد اقعد هنا يا مرزوق. استريحي. مساء الخير يا باشا تمرجي. مساء النور، الف لا باس على المدام. اي 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 مش قادره. انا عاوز كشف عشان المدام. عاوز كشف عادي ولا مستعجل؟ اي كشف بس اطمن عليها. اتفضل. هندخل امتى؟ في دورك، قدامك 25 دور. إيه؟ انت اللي بعده. نعم يا حبيبي، نعم يا اخويا، 25 دور وانا اللي بعده؟ ليه هتديني فوق السطوح؟ اي 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 تعبانه تعبانه يا مرزوقه. اجمد امال، وخليكي مرزوقه يا مرزوقه. ها يا باشا مرجي يا باشا مرجي، 25 دور ده على كده هتكشف بعد اسبوع. والله اذا كنت مستعجل اقطع كشف مستعجل. وده الفيزيته بتاعته بكام؟ 50 جنيه بس. اي 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 اي, أي, أي ايه ملك مرزوق قولونك؟ لا تحت قولوني بشويه. يعني ايه يا اخوي؟ جيوبي. مساء الخير يا دكتور. ايوه يا دوك. شوف انا قدامي عزبه 30 فدان حاجه لقطه، السعر عالي شويه لكن ممكن اوقع منه شويه. اي 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 الوجع يا مرزوق الوجع. مش معقول. اهدي يا مرزوق اهدي، احمد ربنا الوجع بتاعك كان هيطلع الدور ال 26، احنا خليناه يطلع العاشر بس. مساء الخير يا دكتور. المدام. ايوه ايوه اطلعي على سرير الكشف. حاضر. ايوه يا دوك. النهارده لا 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 مش ممكن، العيادة الجديدة واخدة وقتي كله. لا القديمة كانت في حي شعبي ما انت عارف، الجديدة هي العروسة في المهندسين. يا دكتور اعمل معروف، سيب التليفون واتكلم معايا. مساء الخير. يا سهير اديها الترمومتر عشان الحرارة. بقول ايه يا دوك؟ انا عندي دولارات، مبلغ كبير. لا 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 بلاش عبد التواب ده طمع قوي، كفاية اللي حصل لي ديك النهار في كارثة البورصات. اي 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 مش عارفه غيرهم. حاولي تغيري، خليكي شاطره زي الدكتور اللي بيعرف يغير الدولارات. بقول ايه يا دوك؟ انا عندي عمليه في العبور الدولي، وبعدين في كمان عمليه في اكتوبر الدولي. اي ابقى كلمني 3 صباحا. مع السلامه. مساء الخير يا دكتور يا دولي، المدام حالتها صعبه. ايوه في ايه؟ اي 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 انا كنت كويسه قوي يا دكتور، وبعد الظهر حسيت بمغص، اخدت مسكنات، وبعدين يا دكتور اي 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 اي, أي. الو. ايوه طيب طيب انا جاي حالا. طب يا جماعه انا عندي عمليه في المستشفى، معلش اشوفك بكره. مع السلامه. يا دكتور دي تعبانه. انا هكتب لها على مسكنات. يا دكتور انا قاطع مستعجل. وانا كمان مستعجل. ايه ده؟ ما بقاش في خير في الدنيا؟ هو العالم جراله ايه؟ بقول ايه، هتروح فين يا مرزوق؟ ربنا كبير يا مرزوقه، ربنا عمره ما بينسى عبده. بقول ايه يا مرزوقه؟ ايوه يا اخوي. اي 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 يعني صعبان عليا قوي. ما تيجي نشوف المستوصف ده. يا مرزوق يا مرزوق، عاوزنا نقطع كشف بخمسين جنيه وبعدين نيجي ندخل المستوصف ده؟ هو انا نازله معاك اخد ابره ولا احط قطره في عيني؟ يا مرزوقه انت ما تعرفيش الخير فين. يلا بينا. خير يا دكتور؟ في ايه؟ ابدا كل خير الحمد لله. المدام بتعاني من التهاب حاد في القولون. القولون؟ والقولون ده جالها منين؟ شوف يا سيد مرزوق، التهاب القولون ده هو البطاقة الشخصية بتاعة المصريين، ده اللي تعرف بيه المصري من بين جميع الشعوب، ده البصمة اللي بتميزنا عن بقية الشعوب. والقولون ده بيجي منين يا دكتور؟ العدس والفول والطعمية
ودول عادة مش مهمين قوي جنب القلق والتوتر والشد العصبي والإحباط. أنا كتبتلك على أدوية وأفضل أشوفك بعد 4 أيام. شكرا يا دكتور، من غير مؤاخذة أنا عاوز أدفع حق الكشف، أصلي ما لقيتش حد برا أدفع له. اللي تقدر عليه يا سيد مرزوق، إحنا كفاية اطمنا على صحة المدام. يا دكتور أنا شايف إن أجر الكشف ده رخيص، ومش عارف إمتى هتحقق أحلامك يعني. كله بالصبر بالصبر يا سيد مرزوق. انا قعدت اذاكر 7 سنين عشان البكالوريوس والماجستير، انا قربت ان لا انا يا دكتور يا دكتور انا قصدي الاحلام التانية. الاحلام الوردية، ام 6 صفار، 5 عين، عربية، عزبة، عمارة، عيادة، عروسة. يا سيد مرزوق كفاية العين المليانة. الف الف لا بأس عليكي يا اوزة يا غالية. ربنا يخليك يا اوزو، الدكتور مصطفى ده ايده فيها الشفاء. الحمد لله، وانت اللي كنت مش عاوزه تدخلي عشان تكشفي عنده. بقول ايه، عاوزين نروح ناخد فلوسنا يا مرزوق. ناخد فلوسنا؟ فلوس ايه؟ هو احنا حاطين فلوسنا في شركات توظيف الاموال؟ لا لا، وانت الصادق، في شركه توظيف الالام. احنا مش دفعنا 50 جنيه كشف عند الدكتور جلال؟ حصل، بس احنا ما كشفناش. بالظبط، يبقى تخطف رجلك عشان تسترد الكشف. انت مش معاك الوصل؟ وصل ايه يا مرزوق؟ هو القولون خبط في نافوخك؟ وصل ايه للدكتور الدهولي؟ ايه؟ هو صحيح في دكاترة عندها ضمير وبتدي وصل، وفي دكاترة ما بتديش وصل، ودول بقى بيبقوا مش فاكرين من دراسة الطب غير التشريح. تشريح؟ تشريح ايه؟ تشريح جيوب. طب والعمل ايه؟ مش عارف، خايف اروح العيادة يا اوزة التمرجي يقول لي قدامك 20 دور عشان تسترد فلوسك. اي 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 كفاية واحدة. انا بقول اروح له وامر لله ان شاء الله اخد بيهم صقوق. لا وانت الصادق، انا خايفة يقول لك فلوس الصفقة لسه ما وصلتش. يا معلم دهشور، مش معقول كده، انت سايب نفسك كده ليه؟ خير يا دكتور، في ايه؟ لازم تاخد بالك من نفسك. وانا اخلي بالي ازاي من صحتي لمؤاخذة؟ صحتك بالدنيا يا معلم، خلي بالك من روحك. منين يا سعادة البيه؟ الوقت صعب، الواحد منا ماشي حاطط عينيه في وسط راسه، تربية المواشي مش بالساهل، المجال اصله صعب. كان الله في العون يا معلم. بالك يا دكتور، سعر العلف كل يوم في الطالع، دي حرب يا دكتور. ده بيأثر على سعر اللحوم، وانت طبعا قلبك على المستهلك. مستهلك ايه يا سعادة البيه؟ ان شاء الله ما اكل لحمة، يعني ايه اللحمة سعرها يزيد؟ اللي ما عندوش ما يلزموش. وبعدين يا معلم دهشور، اللحمة لو سعرها يزيد ممكن يمنعوا ذبح اللحمة. بالك يا دكتور، في سنة من السنين قالوا ممنوع ذبح اللحمة، ومع كده كنا بنذبحها ونبيعها للناس اللي معاها مش للموظفين. انا سعادة البيه قلبي واكلني على البهايم اللي العلب بتاعها بيغلى كل يوم. على اي حال يا معلم دهشور، انت لازم تعمل عملية المصران في اقرب وقت، ده حالته صعبة جدا ولازم نستأصله. والمصران ده يا دكتور له فايدة؟ ابدا، وجوده زي عدمه. نشيله يا دكتور، مادام ملوش فايدة نشيله. انت متأكد يا دكتور ان ملوش فايدة؟ اذا كان له فايدة نشيله ونركب غيره، الخير كتير يا سعادة البيه. وناوي تعمل العملية امتى يا معلم دهشور؟ اللي تشوفه يا سعادة البيه، وشوف لنا كمان المستشفى بالمرة. شوف يا معلم دهشور، انت طبعا مش شوية في البلد، ولازم تعمل العملية في اكبر مستشفى على الاقل عشان تتشرف قدام الناس اللي هيجوا يزوروك. معلومة سعادة البيه. على خيرة الله، نعمل العملية في مستشفى العبور الدولي. تتكلف قد ايه يا دكتور؟ قول قول، الخير كتير. بسيطة يا معلم دهشور، مفيش بين الخيرين حساب. لا يا دكتور لا، انت عارف اني حقاني ولازم اعمل حسابي. شوف يا معلم دهشور، لازم تعمل أشعة بالكمبيوتر. ايه يا دكتور؟ انتوا هتكشفوا على مصراني ولا على رصيد؟ ظريف ظريف يا معلم دهشور، دي بقى هتكلفنا 500 جنيه. وبعدين هنعمل لك تحاليل قبل العملية، دي هتكلفنا كمان 500 جنيه، اصل دي بقى كلها معدات حديثة. يا خبر يا ولادي، 500 جنيه؟ انا على كده اسيب الباقي ورب معدات حديثة.
وبعدين يا دكتور شوف يا معلم دهشور، ال 500 جنيه دول بتوع تحليل الدم هم اصلا 800 جنيه بنخليهم احنا 500 جنيه لما يكون الدم من عندك. ليه؟ هو انا علشان احلل لازم يكون الدم من عندكم؟ ليه؟ وانتوا هتضحكوا على عدونا؟ شوف يا معلم، هتدفع 2000 جنيه فتح اوضه العمليات. ليه؟ هو اوضه عمليات كبار الزوار؟ وبعدين اجره ايدي 3000 جنيه ده مصران المعلم دهشور على سن ورمح. امال لو كان له فايده كنت اخدت كام يا دكتور؟ وبعدين الإقامة 5000 جنيه، انت عارف بقى ان المعلم دهشور زوار وحيبقوا معلمين البلد. 11000 جنيه علشان اشيل المصران وانا بشيل بيت الكلاوي ببلاش. 11000 جنيه بقول ايه يا دكتور؟ اوعى يكون عليهم ضريبة مبيعات. لا اطمن خالص وخلي بالك، انت هتدفع 11000 جنيه بس هتقعد في جناح سويت محترم. بس انا كده استويت. خبر ايه؟ خبر ايه يا مرزوق؟ خبر ايه؟ هي الدنيا جرى فيها ايه؟ في ايه اللي جرى يا مرزوقه؟ راجع من السوق وانت بتتخانقي مع دبان وشك ليه؟ كل حاجه غاليه يا مرزوق، دي عيشه ايه دي؟ الجزار اللي باخد منه اللحمه بعد ما قطع لي اللحمه اللي انا عاوزاها اخد مني 5 جنيه. ليه؟ قطع لحمه مستعجل؟ قال ايه؟ اللحمه زادت. والنبي اللحمة زادت يعني كترت رطرطت في السوق. الا طب يبقى تغلى ازاي؟ ده سعرها اللي زاد. طب مش يخلي بالك يا مرزوقة من البيانات اللي بتلقيها؟ طب والسعر زاد ليه؟ بيقولوا المعلم اللي بيديهم البهايم. مالهم البهايم؟ طلع ما عندهمش تربية. المعلم الكبير اللي بيديهم البهايم زود سعر راس البهيمة. حرام ده ولا حلال يا ناس؟ حرام ولا حلال يزود سعر الراس؟ مش يعمل حساب الناس الغلابة الموظفين التعبانين؟ هو ايه ما عندوش قلب؟ لا عنده كلاوي. الا ما تعرفش يا سمرزوق ايه السبب اللي خلى المعلم اللي بيربي المواشي زود السعر ليه؟ وانا اعرف منين؟ انا يا ست هانم متربي في بيت ابويا على كده، العلاوة الاجتماعية اللي صرفناها مش هتسد معانا. اعمل ايه بس يا ربي؟ اروح فين واجي منين؟ طب بقول لك ايه، وطي حسك، مدرس الرياضيات بتاع ابنك بيديله درس جوه. طب ما تروحي تعملي له شويه شاي. بابا يا بابا. ايوه يا احمد خير، في حاجه يا حبيبي؟ المدرس عاوزك. نعم المدرس عاوزني. جيب العوايب سليمه يا رب. اهلا 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 يا استاذ محفوظ، ان شاء الله يكون احمد شاطر في المدرسه. اهلا يا فندم، الحمد لله. انا عاوز ينجح باذن الله، ده في الثانويه العامه. انا استويت في الدروس الخصوصيه. باذن الله هينجح يا استاذ مرزوق. كنت بقول ايه؟ خير يا سعاده البيه. انا مش عارف ابدا الموضوع ازاي. معاك حق يا سعاده البيه، سيادتك مدرس رياضيات مش لغه عربيه. بقول ايه يا سعاده البيه؟ ابتداء من الحصه الجايه تمن الحصه هيزيد. ليه كفل الشر؟ ايه اللي حصل؟ انت عارف الظروف بقى يا استاذ مرزوق، كل حاجه بتغلى. شوف النهارده كيلو اللحمه بكام. الله، انت كنت مع مرزوقه؟ يا سعاده البيه، انا مضطر ارفع ثمن الحصه ل 15 جنيه. واضح ان البيه برضه مستعجل، ما هو الكل مستعجل. يا سعاده البيه، مش معقول الكل يغلي كل حاجه وانا اقف اتفرج. يا ربي، رحمه يا رب، يا عالم يا عالم، يروح فين الموظف الغلبان من اللي بيربوا العجول واللي بيربوا العقول؟ يا معلم علي، الكلام ده ما ينفعش. ليه بس يا شرنوبي؟ فيه ايه؟ ما احنا طول عمرنا بنشتغل سوا، ايه اللي حصل لمؤاخذة؟ يا معلم علي، الحال ما بقاش الحال، الظروف اتغيرت. فين؟ فين ايام زمان؟ جرى ايه يا شرنوبي؟ هو ايه اللي حصل لمؤاخذة؟ يا معلم علي، العينين مفتحة عليا. ما تجمد قلبك امال، هي اول مرة تديني تصاريح مخالفة؟ ما احنا طول عمرنا بنشتغل سوا، خليك اسد امال لمؤاخذة. لا لا يا معلم علي، قطة على نار، اقصد قطة في الشارع احسن من اسد في القفص. محدش عارف ايه اللي هيحصل، ده هبش وفيها كلبش، الجرايد تكتب، اروح فين انا بعد كده؟ وخصوصا سمعتي. وبعدين يا شرنوبي بيه، ما تخليك جامد امال، انت برضه بيهمك الكلام ده؟ دي بتبقى هوجة
وكل واحد يروح لحاله لمؤاخذة. يا معلم علي، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت موسوس زيادة عن اللزوم. انت عارف ان الجرايد لازم تتكلم كلمتين، يعني بتبقى الجرايد مزنوقة فيهم، تقولهم مرة واحدة وخلاص. يروح ابوك عند اخوك. لا انا اخويا بيخاف. الكلام ده يخوف لو الجرايد بتتكلم كل يوم. ساعتها الواحد يخاف. الدوية على الودان امر من السحر. اديني تصريح بعشر تدوار لمؤاخذة. يا معلم علي، الشارع عندك ضيق، يا دوبك العلو خمس تدوار. يا سيدي اديني تصريح بعشر تدوار، انا هبقى ابني خمس تدوار وبعدين ابقى ابني الباقي على مهلي. بس التصريح امان للزمن لمؤاخذة. يا معلم علي، سمعتي بتاكلني انا في عرضك، خليني احافظ على سمعتي. حلوة اوي حكاية سمعتي دي، ما طلعت في شنك من زمان. خليك حلو ومشي حالك. تصدق بايه يا شرنوبي؟ لا اله الا الله. انت مهول الموضوع على الفاضي يا راجل. خلصنا بقى، بكرة ده كله يتأيد ضد مجهول. يا معلم علي، والقانون؟ ما احنا بنعزف عليه. امسك بس امسك. يا معلم علي، دول 5000. الله، انا لسه هدفع في السوق السودة عشان حديد التسليح والاسمنت. خد 5000 اهم. ايه دول 5000 جنيه؟ تحطهم في عين القانون وتعزف عليه، تخرق عينيه عشان ما يبقاش يبحلق لنا واحنا بنبني. يا معلم علي، دي مسؤولية عزيزة علي، وبعدين انا اليومين دول ضميري بيزن علي. طب خد كمان 2000 جنيه زن عليهم. يا معلم علي، انت فاكر ايه؟ راحت الضمير بالدنيا. انا طول الليل ما بقدرش انام من زن الضمير. طيب ادي 10000 جنيه هم تزن عليهم طول الليل، قلت ايه؟ يا معلم علي، مش معقول الكلام ده. انت كنت طلبت مني 10000 جنيه مقدم ايجار، ايه اللي جرى؟ كل حاجة غليت يا سعادة البيه. انا كل يوم ادفع من دم قلبي، حرام عليكم، يعني اشحت لمؤاخذة؟ يا معلم علي، انا ربنا وحده هو اللي يعلم ازاي جبت الفلوس دي. انا استبدلت من معاشي، بعت صيغة مراتي. يا سيدنا لفندي قصر في الكلام. يا معلم انا الشقة عندي قطين، الولاد كبروا، عاوز افك عن نفسي شوية، ابحبح على نفسي. انا عندي بنات كبروا. يا سعادة البيه، هم كانوا قالوا لك ان مكتب اعانة اجتماعية. يا سعادة البيه، 10000 جنيه ما يعملوش حاجة. طب بس يا ربي اروح فين دلوقتي يا معلم؟ روح السيم، روح الملاهي، اقف قدام الاذاعة اتفرج على الممثلين اللي داخلين وخارجين. نعم. بس اطلع من نفوخي. ادي 10000 جنيه بتوعك هم، والشقق كتير. يا معلم، انت جاي تديني الفلوس بتاعتي دلوقتي؟ طب 10000 جنيه يعملوا ايه النهاردة؟ اديك قلت بنفسك. ثم اني كمان بالعربي كده يعني ما عنديش شقق للايجار، انا قلبتها تمليك. يا معلم علي، طب الناس تجيب منين حق التمليك؟ اللي ما عندوش ما يسكنوش. العمارة كلها تمليك؟ ده مش قانوني. قانوني ولا كمانجة؟ وريني عرض كتافك. يا معلم، مش كده في قانون في البلد يحمي الغلابة اللي زي حالتنا؟ طب سلم لي على القانون، انا لسه منيمه بعشر بواكي. يا صباح الفل، يا صباح التفاح، صباح الخير يا شرنوبي بيه. صباح الخير يا معلم فاروق. ازاي الصحة وايه اخبار مجلس الحي؟ مش المسائل ماشية حلو حلو؟ كل خير يا معلم. يعني محدش هيجي يترازل عليك مني فارش برا؟ يا معلم فاروق، ليه الكلام ده؟ انت مش بتدفع الشهرية؟ الحمد لله يا سعادة البيه. طيب خلاص، حط في بطنك بطيخة شليان صيفي. جرى ايه يا شرنوبي؟ انت عايزهم يفتحوا كرشي على السكين؟ لا، دي حتى تبقى حركات قرعة. انا بقول ايه، ابقى ابعت لي قفص مانجا وقفص كمثرى من عينيا. يا فتاح يا عليم يا رجاء يا كريم، في ايه استهان؟ ايه يا عم فاروق، انا عاوزة 2 كيلو جواسة و2 كيلو عنب.
مكتوب عليا من زباين الموظفين. طب ما تمديش ايدك على حاجة، انا عاوز لك. يا معلم فاروق، انا عاوز كمان قفص جوافة. اتفضل يا سعادة البيت. ايش معنى طيب يا جيبك؟ يا سلام، افتح اي قفص ونقي. يا شوف يا اخت الراجل، اوعك يتهدي. يا ست هاني متجوافة زي بعضها. الله، جايز تاني وبعدين في الصبحية اللي في عاصة دي. لا قول لي يا معلم فاروق، الا الجوافة دي حلوة؟ دي جوافة حلوان يا سعادة البيه. حلوان ما راحت عليها يا معلم فاروق، تلوث الاسمنت ضع حالها. بقول ايه، ابقى ابعت لي الحاجة البيت. ضر ايه يا عم فاروق، ما تمشيني يا اخويا. الله، على ايه الصربعة دي؟ انا كنت ببيع للراجل، البيه كان بينقي قفص. عقبال ما اشوفكم في القفص. 2 كيلو جوافة و2 كيلو عنب. اتفضلي. يزيد فضلك يا معلم. اتفضل انت كمان، ادي 350 قرش. لا استني، احنا عاوزين 5 جنيه. 5 جنيه ازاي ده يا معلم؟ زي الناس، الاسعار اترفعت كده اوام. الضغط لما بيرتفع فجأة، حد بيقول له انت اترفعت ليه؟ اي الاسعار بتترفع فجأة. ربنا يعفي عنك. ليه استني؟ مش اسعارك يا اخويا هي اللي اترفعت. ايوه، يبقى ربنا يشفيك. بقول ايه، كل مسلوق، ما تاكلش حق الناس. بقول ايه مرزوق، انت يا اخويا عملت ايه في الخمسين جنيه بتوع الكشف اللي دفعناه ديك النهار؟ انت لسه ما اخدتش المبلغ؟ اديني كل مرة بروح واسأل. وبعدين التمرج اللي كان موجود هناك استغنوا عنه، جابوا واحد جديد كل يوم يمطل، تعالى بكرة تعالى بعد. طب ما تاخدهم على اقساط، الدكتور ما ادانيش فلوس، لما يدينا وزعها عليكم. انا خايف الفلوس تضيع علينا. اخر كلام بيقول لي تعالى اول نوفمبر هتاخد فلوسك. 50 جنيه يعملوا معانا عمل يا مرزوق. نديهم يا اخويا لمدرس احمد بتاع الرياضيات يسد جزء يا مرزوق. بقول يا مرزوق، في اخبار عن الشقة الجديدة؟ اخبار؟ انت فاكرة انك متجوزة وكالة انباء؟ اديني خدت 10,000 جنيه من المفتري المستبد المعلم علي الديب. طب هنعمل ايه دلوقتي يا مرزوق؟ انا خايف يا اخويا للفلوس تضيع. بقول لك ايه، احنا لازم نشوف شقة تانية، الشقة دي بدروم والرطوبة اكلت عظمي. انت مش ملاحظة حاجة يا مرزوقة؟ ايه يا مرزوق؟ احنا بقالنا 20 سنة في الشقة دي، الناس كلها مستعجلة واحنا على مهلنا. يا هادي، اديني نزلت من الصبح اهو، نزلت يوم الاجازة عشان ادور على شقة، واديني بلف على لحم بطني. انت واحد بتاع فول اهو. صباح الخير. صباح النور. لو سمحت يا عم، انا عاوز شقة فول. معلش يا ابني، شطبة مفيش شقق. ليه يا عم؟ ده انا كنت ناوي اخدها تمليك. خبر ايه يا معلم راضي؟ مالك؟ ما تهدى شوية. ما هو مش معقول يا معلم، ده مش كلام. انا مش كنت متفق وياك على مبلغ عشان المحل الجديد اللي هاخده في عمارتك الجديدة وافتحه خضري؟ طب هو ايه اللي حصل يا مؤاخذة؟ كل ده وتقول لي ايه اللي حصل؟ ترفع المقدم الطقطقين وتقول لي ايه اللي حصل؟ جرى ايه يا معلم راضي؟ كل حاجة بتغلى في السوق، جرى ايه؟ اش حال انك ابن بلد ومفتح وفاهم كل حاجة؟ الاتوات اللي عمال ادفعها من دم قلبي اشيلها الوحد لا مؤاخذة؟ بس المقدم كبير قوي يا معلم علي، اجيبه منين؟ خبر ايه يا معلم راضي؟ ما تفتح مخك امال. بقول ايه، الخضار عندك اهو، اللي عاوز ياكل يدفع واللي مش عاوز يخلع. والعالم هتجيب منين يا معلم علي؟ خلاص، اذا كان المحل مش لازمك انا اتصرف فيه، ابيعه بالمتر. لا لا خلاص يا معلم علي، انا ذنبي يعني؟ لازم الزباين يجوا على نفسهم شوية. كل واحد يشيل التاني. مبروك يا معلم راضي، المحل الجديد. ولا نص، خد بالك هلا، البي بتاع الضرايب هيمر علينا كمان شوية. فتح عليم يا رزاق كريم، ليه النكت دلع الصبح يا معلم؟ ايه الغلب ده؟ احنا ناقصين. انت هلا هتقعد تعدد زي الولاية؟ بقولك ايه، اسمع. نعم.
نص الاقفاص دي تخفيها، عاوزك تجيب الخضار المفعص وترشه قدام المحل، وهات يالا قلة مكسورة. هتفتح بيها حد؟ ايوه لو بطاحك عشان تتعدل. إيه؟ يالا مخلول قلة مكسورة لزوم المسكانة غبي، قلة مكسورة يعني حالتنا بؤس ومش عايزك تظهر في المحل. ليه كده يا معلم راضي؟ انا عملت لك حاجة علشان تستغنى عني؟ اخ منك اخ اخ يا ابو مخ جريد. يالا يالا انا عايزك تغور من وش ساعة البيه بتاع الضرايب ما يشرف. ازاي يبقى عندي قلة مكسورة ومشغل شحط قدك عندي؟ على الاقل كنت ابيعك واجيب تلاجة. الله يسامحك يا معلمي. عاوزك تشوف مشانة كده وتحط فيها كم حزم الجرجير وكمان كم ليمونة قرفانة من بعضها. باختصار كده عاوزك تفهم البي مأمور الضرايب اننا على الحديدة. طب بقول ايه يا معلمي؟ ايوه فالح، احنا نخلي كل حاجة زي ما هي. وبعدين يا ابو مخ نور، اخطف رجلي لسه منصور الحداد اللي جنبنا. ليه يا فالح؟ نجيب منه حديدة نحطها في المحل. وبعدين وبعدين يا مرزوق؟ في ايه يا مرزوق مالك؟ العالم دي متسلطة عليا. ليه يا اخويا في ايه؟ الراجل الخضر عم راضي بيبيع لي الخضار الطقطق. ايه؟ ايه اللي بيوديك المحل الجديد؟ روح المحل القديم بتاعه. قفله عملوا مخزن. اقول له يا معلم راضي الخضار غلي عليا قوي، يقول لي لازم نشيل بعضينا. ده حرام، انا تعبت، شال الدكتور والجزار والخضري والفكهاني والمدرس وصاحب البيت كلهم شايلهم. ده انا عامله تقيل قوي، ده حرام. يا مرزوق ما تعملش في نفسك كده يا اخويا، بكره الاتحاد بتاع شيل الحديد يخلوك تشترك في بطولة الغلا. تعرف يا مرزوق انا نفسي في ايه؟ نفسك في ايه يا اخويا؟ اقول نفسي في ماتش اعتزال ويشيلني الكابتن بوبو. صباح الخير يا عم خليل، المرتب لو سمحت. امضي امضي يا استاذ مرزوق. بقول يا سي خليل. نعم. المرتب يا ترى زي الشهر اللي فات؟ ايوه يا ابني، ما دام ما فيش اي زياده يبقى نزوده. ليه؟ ايوه بس المرتب كده ما ينفعش، لازم تزودوا المرتبات، لازم تزودوا المرتبات. اشمعنى هم؟ هم مين يا ابني؟ انا بقبض كل المصلحه، ما حدش زاد، يبقى مين اللي زادوا؟ طبيبه بيشرحنا، جزار وبيتبع فينا، فكهاني يعلم به ربنا، خضر وبيخلص فينا، صاحب بيت بيعمل اللي على كيفه، مدرس جشع، كل دول بيزودوا على حسابي. لازم تزودوني، لازم تزودوني. لا حول الله لا حول الله، الراجل اتلحس. ازيك النهارده يا استاذ مرزوق؟ الحمد لله الحمد لله يا دكتور. انا عارف انك زي الفل، واللي حصل ده كان غصب عنك. معلش يوم او اتنين بالكتير واكتب لك على خروج تكون اعصابك رائد. رش رش رش، ليه اللي عب تحت الدش؟ ده عنده ايه يا دكتور؟ ده كان موظف محترم في شركه، اللي حوالين منه كانوا بيرتشوا، هو رفض ياخد الرشوه، ما قدرش يتحمل مظاهر الفساد اللي حواليه، قالوا انهيار عصبي. سكوا المذاهب يلا يا اهل البيت، قالوا جمعوا ويوفق، صدقوا اللي قالوا. انت قصدك دعوا المذاهب مش كده يا اخ؟ لا 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 لا، هي سك المزاهر. سك المزاهر؟ انا اول مره اسمعها دي، وده ايه مشكلته يا دكتور؟ كان حاطط مبلغ بتاع جهاز بنته في شركه توظيف اموال، ولما اتخطبت ما قدرش يسترد امواله، قالوا له هنديك صكوك. وادي وش الضيف، خطيب البنت سابها، جالها شلل، ومن ساعتها وهو على الحاله دي. سك المزاهر يا الحمد لله على السلامة يا مرزوق. الله يسلمك يا اوزة، اديني خرجت من المستشفى، رجعت عشان اشوف المستعجلين المتصربعين اللي عاوزين يحققوا كل حاجة في لمح البصر، اللي عاوزين يشيلوا الموظف الغلبان اللي زي حالاتي كل حاجة، اللي حاطين كلهم ايدهم في جيبي وعينهم على علاوتي. انا متأكد ان مش كلهم وحشين ولا جشعين، في ناس برضو طيبين وبرضو الدنيا بخير وهتفضل بخير، بس يا خسارة، الشر بيزعق والخير بيهمس، سيبوا الخير الاخر يزعق، خلوه يظهر ويلالي عشان ساعتها نعرف مين بيضحك على مين.